السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، زملائنا الكرام، أتمنى على الجميع أن يكون بخير وعلى خير وبصحة جيدة. اليوم حدث مشكل على البرنامج إيفو بلاير برو البرازيلي، يعني هذا البرنامج الذي كان عليه طلب كبير جدا جدا، وهو فعلا برنامج ممتاز جدا وعليه الكثير من المزايا وثابت، وأيضا يشتغل مع السيرفرات بشكل قوي. فهذا البرنامج يا إخوتي سوف الآن نريكم طريقة حل هذا المشكل، لأنه انحذف من أغلب شاشات السامسونج. هذا الفيديو مخصص فقط للأشخاص الذين عندهم شاشات السامسونج ويستخدمون البرنامج إيفو بلاير برو البرازيلي الذي تم حذفه بشكل مفاجئ. فما عليك فقط اتباع معي هذا الفيديو وطبق نفس الخطوات، وسوف نقوم بإعادة تثبيت البرنامج لكن عن طريق اليو اس بي. كيف ما ترون معي، سوف استخدم هذه اليو اس بي، ومن خلالها سوف نقوم بتحميل البرنامج ونقوم بوضعه على الشاشة مباشرة. فالآن سوف تذهب إلى أي متصفح، سوف أضع لكم هذا الرابط في صندوق الوصف. سوف نذهب إلى أي متصفح، أدخل مثلا إلى جوجل كروم، وسوف تضع هذا الرابط. كيف ما هو هذا الرابط؟ أنا سوف أضعه في صندوق الوصف تحت الفيديو مباشرة. هذا الرابط سوف تقوم بوضعه على أي متصفح وتقوم بالضغط على بحث مباشرة، فهو بشكل أوتوماتيكي سوف يبدأ في تحميل الملف. فهذا هو الملف الآن تم تحميله لدي، فهذا الملف سوف نقوم بأخذه ونقوم بوضعه هنا. كيف ما ترون معي، هذا هو الملف، والملف سوف يجب عليك فك الضغط عليه. أنا لدي ماك بوك، فأنت في فك الضغط. إذا لديك حاسوب ويندوز سوف تضغط ضغطة في اليمين وتقوم بالضغط على إكسترير إي سي، أو يعني فك الضغط هنا. فأنا عندي ماك بوك، سوف أذهب إلى رينيم، وهذا الحرف الأخير زيب، سوف أقوم بحذفه وأعمل إنتر، وبعدها سوف أضغط على الملف، وهكذا تم فك الضغط عليه مباشرة. وهذا هو الملف الذي نحتاج، اسمه User Widget. فالمرحلة الأولى قمنا بها هو تحميل البرنامج، لقد تم تحميله وقمنا بفك الضغط بشكل ناجح. المرحلة الثانية هو تأخذ الـ USB وتقوم بوضعها في جهازك الحاسوب وأن تعمل لها فورمات. الفورمات يكون من نوع XFAT32 أو XFAT بدون ولا أي شيء. ففي الماك الفورمات يختلف، ليس مثل الويندوز. يعني في الويندوز سوف تذهب إلى البوست دو ترافاي مثل ما نقولون، أو المكتب الرئيسي، وتدخل إلى اليو اس بي وتضغط ضغطة في اليمين وتعمل فورمات وتختار النوع XFAT وسوف يتم الفورمات بشكل سهل. أما بالنسبة للماك بوك فيجب علي الذهاب إلى الاتيليتير دو ديسك هذا، وهنا عندي أنا مثلا وضع عليها اسم AZD، سوف أضع هنا حذف وهنا النوع XFAT في الفورمات. سوف أضغط هنا على FAC يعني حذف، وسوف أضع OK. لقد تم الحذف بنجاح. OK، فالآن هذا الملف User Widget سوف أضعه على الـ USB. ممتاز، والآن الـ USB فهي جاهزة، والآن يمكن لنا وضعها على الشاشة، وسوف تروا معي كيف سوف يتم تنصيب البرنامج مباشرة. فسوف نذهب الآن إلى الشاشة. فجيد، هذه هي الـ USB الآن إخوتي، فما علي فقط أن أقوم بوضعها على الشاشة مباشرة. سوف أضعها هنا، وما عليك فقط الانتظار. كيف مصروا معي، يقول لي Installation Wait USB. Installation is done، يعني تم تثبيت البرنامج إيفو بلاير بطريقة سريعة جدا. فالآن ما عليك فقط أن تذهب وأن تدخل إلى الأبس هكذا، وبعدها سوف تذهب إلى الأعلى وتذهب إلى الإعدادات في اليمين Setting، وسوف تجد لديك البرنامج لقد تم تثبيته. فهذا هو كيف ما ترى معي، فسوف أعمل له Add to Home لكي يتم إضافته إلى الواجهة الرئيسية على الشاشة، وأذهب إلى أقصى اليسار وأقوم بوضعه. وهنا عندما تقوم بفتح البرنامج
مباشرة سوف يشتغل، لن يطلب منك لا تفعيل ولا أي شيء، سوف يشتغل لك على القنوات والأشياء التي كانت لديك. وإذا كان مفعل مدى الحياة سوف تجده مفعل مدى الحياة بدون ضياع لا تفعيل ولا أي شيء. وأنا شاكر لكم على مشاهدة هذا الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.